بعد فيروس كورونا، أسراب من طائر الغراب والبعوض تملأ شوارع الصين. أبلغ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في جميع الأنحاء البلاد عن مشهد غريب غير عادي لأسراب كثيفة من الغربان وكتل من البعوض العملاق الذي انتشر في أنحاء البلد، ويرغبون في معرفة سبب حدوث هذه الظاهرة الغريبة، حيث لاحظ سكان بكين عددا كبيرا من البعوض الضخم المتجمع تحت منحدر الطريق السريع في حي هايديان بالمدينة ومناطق أخرى. وكذلك كتب مستخدمو الأنترنت في مدن أخرى بما في ذلك جياوتسيو وبوينغ بمقاطعة هونان ومدينتي بكين وتيانغيانغ أنهم لاحظوا ظواهر مماثلة في الآونة الأخيرة. وأكد خبراء أنه عندما يكون هناك عدد كبير من البعوض الذي يغلب على الشتاء أو عندما يظهر في أوائل الربيع، فمن المحتمل أن يتسبب في وباء من الأمراض المعدية ويزيد في انتشارها. وأكد سكان كل المناطق المذكورة أنه لم يسبق له مثيل من قبل وقوع مثل هذه الظاهرة الغريبة للغاية والمخيفة لسكان دولة الصين.